ومشاهدينا هسه ويانا عبر السكايب من النمسا المهندس عبد الرحمن الشلال حتى نسولف وياه بهواي مواضيع تخص التكنولوجيا لليوم. يسعد صباحك عبد الرحمن. يسعد صباحك عبد الرحمن. صباح الورد والعافيه عليكم وعلى كل كادر قناه دجله الفضائيه وعلى المتابعين ايضا. شكرا لك عبد الرحمن. عبد الرحمن بالبدايه يعني هذه التقنيه الجديده اللي سووها مجموعه من يعني الباحثين وطوروها انه تخلي الشخص يحكي ويا نفسه بعمر الستين، هذه بشنو ممكن تفيد عبد الرحمن؟ شوفي الفكره مال الفيوتشر نيو عاده او الغالبيه اللي في اوروبا وفي امريكا اللي يصبحون بعمر الستين هم ما يمتلكون عائله فيصبحون بالوحده، فهنا يبدي شلون نقول يوصل مرحله عمليه انه ما يؤمن بنفسه بقدرات نفسه، فاخترقوا هاي الاليه اللي هي فيوتشر نيو من خلال انه عنده التسجيل راح يترك معلومات شلون سوى بشبابه، شنو درس كذا، حتى يسوي الاكونت، بعد ما يسوي الاكونت راح يبدي يسولف هو ايضا هنا الذكاء الاصطناعي ماخذ فد خلفيه عن حياته القديمه حتى يعرف هو شلون كان نمط تفكيره. خاطر من يخلق له الاجوبه عند المحادثه يتوقع انه الشخص انه هذا اللي دا اتكلم مع نفسي معناته انه الذكاء الاصطناعي دا يخلق لي فد حلول مستقبليه ممكن انه اؤمن بها، مثل قارئه الفنجان يوم نسمع اشياء يحكون بها في المستقبل وان صارت فراح نؤمن بهذا الشخص وراح نرجع يعني له. عبد الرحمن هو مو انه شيء فعلا راح يصير ويانا، يعني هسه خلينا نقول اذا انا جربت هذه التقنيه وسالت مثلا سؤال احتماليه انه مو شيء اكيد انا راح امر به بحياتي. تمام بالضبط بالضبط، بس احنا بهذا العمر من تكون حتى هاي الاحتماليه راح نمشي وراها، ليش؟ اكو من يسمعنا، اكو من نسولف، صحيح فعلا، اكو من اللهي وقتنا، لان انا الوحيد يعني عمر الستين، فهنا راح يصير القدره او الاعتماد على نفسي ضئيله جدا، صحيح، استخدم هذه الميزات الجديده. صحيح. طيب عبد الرحمن شنو ايجابيات تطوير مثل هيك تقنيات؟ هل برايك راح تفيدنا وهل يعني راح تكون لها سلبيات؟ بهيج عمر طبعا اكيد هم يكونون متقاعدين الاشخاص، اكيد راح يشتركون، راح يكون مبالغ اشتراك رمزيه، فانا راح احتويهم بدل ما انه يروحون مثلا دار العجزه، فانا راح احتويهم بالمنصه مالتي هاي بالنسبه للشركه المنفذه، بالنسبه للشخص نفسه هو افضل ما انه يبحث عن شخص حتى يسولف وياه، راح يقدر انه يسولف مع نفسه ونفس الوقت انه يلقى الحلول، فهي شلون مثل ما نقول روتين حتى استغل بها يومي. حتى لا اكون منعزل لوحدي وما اعرف شنو انتج باليوم هذا نفسه. نعم نعم. طيب عبد الرحمن خلينا نتحدث عن موضوع اخر شفنا بالتقرير ايضا قبل قليل عن بيت الهاكرز النسائي، طبعا هو موطن النساء اللي تعيش بالتكنولوجيا، حدثنا اكثر عنه. طبعا مولي قبل تفتح بيت الهاكرز للنساء كانت هي اصلا تعيش ببيوت الهاكرز مع الذكور، ومن خلال انه عاشت تجربه جميله جدا خصوصا باكتشاف الثغرات، خصوصا بانشاء افكار تقنيه جديده ما موجوده، فقررت انه بعد فتره من اكتساب المهاره انه تسوي هذا البيت وتخلق هذا البيت فقط للنساء اللي هم حابين وعاشقين للتكنولوجيا. طبعا بالفتره الاخيره اصبحوا هوايه من الفتيات ينتقلون الى عالم التكنولوجيا، عالم الاختراقات، يعني صار عندهم هذا الشغف والطموح. كان قبل يقولون هذا العمل فقط بس للشباب لانه بعمليه رياضيه حسابيه، بعمليه بحث، بعمليه قراءه اي بيات، فهنا شوفوها البنات مرات بالبداية الامر معقده جدا، لكن هم في الدول المتقدمه يعني ماخذين اساسيات عن الكمبيوتر، عن الانترنت، عن طرق الاتصال، فعندهم خلفيه كلش كبيره، فصار انه اكو حافز ايضا للبنات انه يدخلون هذا العالم، فقررت مولي انه تفتح بيت خاص، حتى الموقع مالتها الخاص على الانترنت اسمه هاكرز دوت هاوس، يعني حتى الدومين اللي مختارته على نفس اسم البيت او المؤسسه اللي فتحتها اللي تتقبل فقط البنات اللي هم ما يمتلكون القدرة على دفع مبالغ كسكن في مدينة سان فرانسيسكو، بالمقابل أنه يكون عندهم خلفية تقنية أنه بالمقابل أنه يقدرون يعيشون بهذا البيت وياها، وبنفس الوقت يخلقون أفكار تقنية جديدة ببحث، تقول لهم مثلا أنه هذا التطبيق أنه به ثغرة يعني موجودة، فلازم تعطيهم لازم يعطون تقارير يومية إلى مولي حتى من خلاله يقدرون يفتكرون فد آلية أو فد تقنية جديدة تفيد بها العالم ونفس الوقت تكون ربحية لهم أيضا. نعم. طيب عبد الرحمن هل أثبتت برأيك النساء شطارتهم بالهاكرز مثل الشباب؟
صراحة بالواقع بالفترة الأخيرة نعم، لأنه هم حريصين بالتعلم بشكل جدي واستمرارية طويلة بالقراءة والبحوث، عندهم هذا الخلق، شباب ما عندهم هذا الشيء يعني. نعم. يريد بس يحل المشكلة ويوصل للعمل. صحيح. طبعاً عبد الرحمن إذا ممكن يعني خلينا نعرف شنو أصلاً هو بيت الهاكرز، يعني تنطينا شوية معلومات إن كان للنساء أو للرجال. شوفي، هو بيت الهاكرز بيت عادي، مؤسسة عادية بها مجموعة من الغرف، لكن أسست داخل الغرف عملية اختبارات، شو احنا نقول الغرف المتاهات، بس بشكل تقني تكنولوجي، وبالمقابل انه اكو ايضا آلية عمل انه يعملون يباعون على كل الشركات، يباعون على كل السيرفرات على مستوى حتى دول، يشوفون مثلا شركة ابل وين مثلا نزلت تحديث جديد للنظام مثلا اي او اس، فراح يخلون مجموعة انه يكتشفون شنو في ثغرة بي موجودة بالمقابل، حتى يدزون فد ايميل للشركة ترى عندكم هي ثغرة، ما نقدر نعطيكم الحل مالته اذا ما تدفعونا مبالغ. فهي هاي الفكرة والميزة مالته، انه يبحثون عن مشاكل وحل، وبنفس الوقت عندهم الحل ويبيعون الحل ايضا للشركات. نعم. فهي اصلا يعني غرف مؤسسة بانترنت وحاسبات، ويعني شلون نقول ككادر عمل مثل ما موجود بالقنوات التلفزيونية بس خاصة بالهاكرز. نعم، حلو. طيب عبد الرحمن، هسه راح ننتقل لاخر موضوع ويانا لليوم، الواتساب ومراقبه الواتساب. هل مراقبته ممكن يعني شلون تتم؟ شلون واحد ممكن يعرف انه مثلا انه اليوم الواتساب مالتي اني ما اعرف، اني مامنه كل شيء، بس شلون اعرف انه اكو مراقبه او احد يراقبني بالواتساب؟ شوفي، شركه واتساب هي ايش قالت؟ قالت انه المحادثه بين شخص اي وشخص بي هي مشفره. وبنفس الوقت وجود المصادقه الثنائيه اللي هو من اريد افعل اليوم اكونت مالتي فيجيني رقم كود اكتبه يلا يفعل الاكونت، لكن صحيح. بشكل عام كل الدول اللي موجوده بالمؤسسات الحكوميه عندهم قدره على مراقبه كل الواتساب من خلال وضع كلمات فلتره، هاي الكلمات اذا انا نطقتها بالمكالمه، اذا انا كتبتها بالشقه، فراح يبين يمهم في المؤسسه الحكوميه مثلا انا قاعد بالنمسا واستخدمت فت كلمات ما من الممكن انه استخدمها، اتاثر خطر بيها، فهنا راح يتراقب الواتساب مالتي من دون ما انه انا اعرف، اوكي؟ فاذا هو هنا نفس البرنامج ما بي شيء اسمه انه مشفر، انه مراقب. نعم. تعرفين؟ بس هو لازم يذكرها للمستخدم حتى انه يخليه بامان ويدخل لها. هاي في مرحله اولى، مرحله ثانيه لربما نفس الشخص انه يستخدم شيء اسمه ويب واتساب، انه تفتحين الاكونت مالتك على الكمبيوتر. لربما كنت عند زميل عند صديق عند بالدائره فتحتي ونسيت تغلقي، فهنا الخزن مال 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 المصادقه انحفظت بهذا المتصفح، بحيث اذا شخص هذا رجع للبيت وجاء شخص اخر قاعد فتح الحاسبه ورد يرجع على الموقع اسمه ويب واتساب نفسه، فراح يفتح نفس الاكونت بدون مصادقه هنا. ليش؟ لان تم الخزن لفتره طبعا طويله، هم هنا خازنين، الا لازم الشخص يدخل على الاعدادات ويشوف انه بالاجهزه المتصله، راح يشوف شنو الاجهزه اللي متصله بالواتساب، هل هو هذا الجهاز انا استخدمه؟ لو لا، اذا مو انا استخدمه فلازم ازيله واحذفه من القائمه. نعم. نعم، طيب يعني عبد الرحمن، يعني اليوم خلينا نقول مثل ما قالت جولزار، اليوم يمكن اني يعني متراقبه واني ما اعرف، في حال اني عرفت شنو الاشياء اللي انا اقدر اسويها حتى خلينا نقول انه احافظ على الخصوصيه، وممكن عندي مسجات يعني ما حابه انه تنعرض او احد يشوفها؟ هنا هي شوفي، هي انت اليوم اذا كنت فاتحه مثلا الاكونت مالتك في عده ديفايس وما تعرفين وين، فلازم تروحين على الاعدادات وتباعين تتاكدين منه يوم بيومه، اوكي؟ هاي شغله واحده. اما الشغله الثانيه اللي هي نرجع عليها، اذا كانت اذا كنا احنا مراقبين من قبل الدوله فمستحيل انه اقدر احافظ على خصوصيتي هنا. ليش؟ تحصل سيطره كامله كلش على البرنامج نفسه، على الاكونت مالتي نفسه، من صور، من محادثات، من ارشيف ايضا انا خازنه وضامه، فراح يتم مراقبته. ليش؟ حتى يعرفون انه هذا الشخص شنو توجهاته، مع من يتراسل، ليش ذكر مثلا هاي الكلمات اللي هم خاليه يحسوها خطر على الدوله، تعرفين؟ اما نعم. الشخص الثالث اللي هو يريد يبتز، فهنا راح يحاول انه باي طريقه يبوق ويسرق الاكونت لغرض ما يريد يوصل له. وطبعا تصير عاده، صارت كثير انه من خلال يبعثون روابط، وبنفس الوقت او تجيني اشعار انا ما انتبه عليه اقراه، بس مجرد اقول له السماح، هو يقول لك انه راح ينفتح الواتساب مالتك بفلان دوله من خلال خلق اكواد، انه يوحي لشركه الواتساب انه انت بدك تفتحين هذا الحساب مالتك بجهاز ثاني.
بس انا ما اقرا المسج بشكل كامل، فاجي قبل ادوس السماح او الاو ما اقول له انه عدم السماح، فهنا راح ينفتح الاكونت مالتي عنده، فراح يسيطر على الاشياء اللي هو يريدها، وحتى يمكن يحذفني الي انا صاحب الاكونت من التليفون مالتي. وصارت كثيره بالعراق بالفتره السابقه ايضا، يعني اعرف هواي من الاصدقاء ان فقدوا الواتساب مالتهم بسبب انه ضغطوا على مسج اجاهم من خلال الواتساب، بس هو ما انتبه وما قرا شنو المسج، وكان محتوى المسج انه هل انت فتحت هذا الحساب بفلان مدينه؟ هو قال له السماح بدون ما يقرا كامل المسج. صحيح. فطال موافقه وراحت الاكونت كله. فعلا. طيب عبد الرحمن، شنو الهدف من مراقبه الواتساب؟ وشلون ممكن الشخص يحمي الواتساب مالته من المراقبه؟ حتى نحمي لازم انه ننتبه، نروح على الاعدادات، نروح على الاجهزه المتصله، ابوع انه اني الاجهزه اللي انا استخدم بها الواتساب هل هي فعلا الي؟ طبعا ويذكر لك وين اللوكيشن مالتهن، اجي اعادلها. مثلا انا اليوم ساكن بربيل، بيطلع لي انه الواتساب مالتي اللوكيشن مالته بغداد، اذا معناته اكو شخص بيراقبني من بغداد، فلازم ازيله واحذفه للديفايس اللي فاتح الواتساب مالتي وين كان، حتى لو مو اكتف. هاي شغله واحده. ثانيا احاول انه احتفظ الخصوصيه مالتي كلها مو بهذا التطبيق، لانه حتى وان ذكرت شركه واتساب او شركه ميتا انه البيانات هنا أنا مشفره، اذا كانت صوره، اذا كانت نص، اذا كان مسج صوتي، فهذا الشيء غير صحيح، لانه بامكانه قابل لاعاده التشفير وكسر الشفره وقراءتها. نعم. طبعا عبد الرحمن مثل كل مره قدمت لنا الكثير من المعلومات المهمه والمميزه، شكرا لك ولتواجدك ويانا. شكرا لك عبد الرحمن. حياكم الله، تحياتي لكم. شكرا لك.